إذا نعرض مفهوم الأمن القومي، لما بيجي في الامتحان عرض الأمن القومي العربي غير الأمن القومي، تمام؟ هذا الأمن القومي بشكل عام. إذا حماية الأمة من خطر القهر على يد قوى أجنبية، يعني أي دولة أي أمة لازم الأمن القومي شو بيعمل؟ يعني بيحميها، بيحميها من شو؟ من قهر دولة أجنبية. مثلا المانيا اذا قررت شو معنى الامن القومي؟ يعني حمايتها من القهر من يد قوه اجنبيه. نفس الشيء بالنسبه لاي دوله بالعالم. تحتم المتغيرات الداخليه والخارجيه على الدول العربيه اتخاذ اجراءات تهدف الى ضمن استقرارها المادي والمعنوي والدفاع عن وجودها ضد ما يعترضها الامن العربي. عدد هذه الاجراءات، يعني شو الإجراءات اللي بتتخذها الدول العربية للحفاظ على استقرارها المادي والمعنوي، تمام؟ إذا واحد تحقيق التنمية المستدامة، إذا بتعمل بشكل مشترك يعني كلياتها بتتعاون مع بعض، ليش؟ مشان تحقق التنمية المستدامة. اثنين بتصون أمن الغذائي والمائي، بتصون أمن المائي والغذائي. ثلاثة البحث عن عوامل الاستقرار. أربعة إنشاء منظمات تعزز العمل العربي المشترك. حاجة الأربعة طبعاً. إذا واحد أن تعمل مجتمع، ليش؟ على تحقيق التنمية والمستدامة، إنه تتعاون مع بعض على الاستقرار، بتصون أمن المائي والغذائي، وآخر شيء عندنا تعزز العمل العربي المشترك. كيف يعمل الإنسان العربي لتحقيق ذاته؟ كيف يعمل الإنسان العربي لتحقيق ذاته؟ مثل ما حكينا بضمان استقراره المادي والمعنوي. إذن بضمان استقراره المادي والمعنوي. اثنين من خلال أيضا الدفاع عن وجوده في مواجهة الأخطار والتحديات بأشكال مختلفة. إذن نرجع من عيد، الإنسان كيف يحافظ على وجوده؟ كيف يحافظ على وجوده؟ لازم يكون مستقر ماديا ومعنويا. أنت إما بتكون مرتاح لما بتكون نفسيتك مرتاحة ومعك مصاري، يعني معنويا مرتاح كنفسية وماديا مرتاح، هيك بتحافظ على وجودك بشكل منيح. اثنين لما بتدافع عن نفسك ضد كل الاخطار اللي بتواجهها كمان بتكون مرتاح، تمام؟ هلا بنرجع بدنا نعيدهم ثلاثتهم مشان نسمعهم مع بعض. اذا عارف مفهوم الامن القومي هو حماية الامة من خطر القهر على يد شو؟ قلنا قوة اجنبية او دولة اجنبية او يد اجنبية شو ما كان. كيف الدولة العربية بتحافظ على استقرارها المادي والمعنوي أو الدول بشكل عام؟ أول شيء أن تعمل مجتمع على تحقيق التنمية شو قلنا؟ المستدامة. كمان تعمل منظمات عمل عربي مشترك أو تعزز دور المنظمات العمل العربي المشترك، بتصون أمن المالي والغذائي، وآخر شيء تحقيق عوامل الاستقرار أو البحث عن عوامل الاستقرار. كيف الإنسان بيحافظ على استقراره المادي على راحته النفسية أو استقراره؟ من خلال ضمان استقراره المادي والمعنوي وحمايته أو حماية نفسه ووجوده من ضد أي خطر وتحدي بيواجهه. نفضل خاتمكم على السريع. هل تطور مفهوم الأمن القومي أو الأمن عبر التاريخ؟ ليش تطور مفهوم الأمن؟ من حماية لحدود الدولة وسط أي هجوم عسكري معاضي. إذا كان أيام زمان شو معنى الأمن؟ يعني بس الدفاع عن وجود الأمن، تمام؟ فقط. لنشوف ليش بغية المحافظة على الاستقلال الوطني ليصبح لزاما عليها أن تؤمن مواطنيها. مين لزاما على مين؟ على الدولة طبعا، أن تؤمن مواطنيها في كافة مجالات الحياة. إذا بغية المحافظة على الاستقلال الوطني ليصبح لزاما عليها أن تؤمن مواطنيها في كافة مجالات الحياة، وأيضا ضد أخطار متعددة فرضتها طبيعة الانفتاح الواسحي بدأها طبعا تعني كلمة الحياة. إذا بغيت المحافظة على الاستقلال الوطني يصبح لزاما عليها أن تؤمن مواطنيها في كافة مجالات الحياة. إذا ليش تطور مفهوم الأمن عبر التاريخ؟ من شان تحقق الدولة أو تحافظ الدولة أثنين على الاستقلال الوطني، يصبح لزاما عليها أن تؤمن مواطنيها في جميع مجالات الحياة. طبعا كل شيء أخذنا هلا معلومهم، تمام؟ كل شيء أخذنا هلا معلومهم، يعني هلا تقريبا فيكم تقولوا فتنا بالدرس، هذا كله عبارة عن مقدمة، تمام؟ بس المقدمة أنا حولتها أسئلة وأجوبة،
ففينا نقول هلا بنفوت بالدرس، يعني هلا هون بلش الشيء المهم بالدرس. طب هون في مفهوم هون كمان قومي وانا قومي عربي. ماي؟ زين هلا بنقول من هون بلش الهام. عرف الامن القومي العربي. عرف الامن القومي العربي. واحد، الامن يستدعي اتخاذ الدولة عدة اجراءات في حدود طاقتها. ليش؟ للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل. اذا شو معنى امن؟ الواحد لازم ياخذ مجموعه اجراءات ليحافظ على شو؟ وجوده في الحاضر والمستقبل. بس هالاجراءات شو بتكون؟ حسب الطاقه الموجوده، تمام؟ اذا شو معنى امن؟ يعني دوله تتخذ الاجراءات اللازمه لحمايه وجودها ومصالحها في الحاضر والمستقبل، لكن ضمن الحدود، ضمن الطاقه الموجوده، مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية. طبعا هي الإجراءات رح تكون مع مراعاة التغيرات الإقليمية والدولية. اثنين، ولتحقيق الأمن القومي، شو بتعمل دول الأمة العربية؟ تسعى الأمة العربية إلى الدفاع عن أمنها وحقوقها. إذا ولتحقيق الأمن القومي شو بتعمل الدولة العربية أو الأمة العربية؟ بتدافع عن أمنها وعن حقوقها وصيانة استقلالها وزيادتها على أراضيها. لهون زوري تحقيق الأمن القومي العربي شو بتعمل الأمة العربية؟ بتدافع عن أمنها وحقوقها وصيانة استقلالها وزيادتها على أراضيها. إذا بشكل عام هلا عرفنا شغلة، إذا نحن بدنا نحافظ على أمن مثلا بيتنا من السرقة شو بنعمل نحن؟ نتخذ الإجراءات اللازمة، مثلا نحتاط، لكن ضمن طاقتنا مظبوط ولا لا؟ يعني مو معقول نعمر سياج لنفرض حول اراضينا، مو معنى التكلفه. نحن بنحاول نصد السرقات بحسب قدراتنا. ونفس الشيء بالنسبه لمين؟ للامن بشكل عام، هو الدوله تتخذ مجموعه اجراءات ضمن طاقتها لحمايه مصالحها في الحاضر والمستقبل، بس رح تراعي المتغيرات اللي حواليها الاقليميه والدوليه. والامه العربيه كيف حققت الامن القومي؟ من خلال الدفاع عن أمنها وحقوقها ومصالحها وصيانة شو سيادتها على أراضيها. تعال شوف الاعتداءات. الاعتداءات اللي تعرضت لها الدول العربية أو الوطن العربي. وقتوها أنتم بالتاسع بظن ومروا معكم كذا مرة. ولازم نعرفهم نحن شو في عنا دول محتلة أو شو في اعتداءات وقعت على أراضينا العربية. واحد، احتلال فلسطين، نكبة فلسطين، نكسة فلسطين، كلياتها نفس الشيء. اي سنه تم احتلال فلسطين من قبل الكيان الصهيوني الارهابي؟ عام 1948. اثنين، العدوان الثلاثي على مصر 1956. مين عمل العدوان الثلاثي على مصر؟ فرنسا وبريطانيا. لا نفس بريطانيا هي فرنسا وبريطانيا. ايطاليا لا، ايطاليا بليبيا ايطاليا. مين عمل؟ فرنسا. اسرائيل. اسرائيل، الكيان الصهيوني الارهابي طبعا. فرنسا وبريطانيا والكيان الصهيوني الارهابي طبعا. نكسة حزيران، يعني عدوان حزيران نفسه، تمام؟ فطولي فوق نكسة عدوان. نفسه نكسة عدوان طبعا. عام 1967. هذا العدوان اخذناه بالدرس المالي هذيك المرة إذا بتتذكروا. عدوان حزيران اللي صار مشان استغلال مياه مين منا؟ الضفة الغربية ونهر الأردن إذا بتتذكروا. احتلال قوى التحالف العراق، هي مصر زمان لما فاتت امريكا مع قوى التحالف من شان مرشد صدام حسين وسفك الدمار الشامل عام 2003. اخر شيء عندنا العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 لما صاروا يضربوا الضاحيه الجنوبيه بلبنان طبعا، وعلى غزه عام 2008. طبعا بالترتيب بدنا نشوف بعض الاعتداءات اللي وقعت على الدول العربيه. ممكن يجيك هيك سؤال عادي، ما الاعتداءات التي وقعت؟ بتعددهم. اذا ما الاعتداءات التي وقعت على الدول العربيه؟ اول شيء نكبه او احتلال فلسطين اي سنه كان؟ عام 1948. العدوان الثلاثي على مصر 1956. 1967 صارت نكسه حزيران. عام 2003 احتلت قوى التحالف الدولي العراق. 2006 اعتداء الكيان الصهيوني الارهابي على لبنان، و2008 على غزه بفلسطين. هلا بدنا نحفظ التعريف والتعديلات هذول على السريع. ضغط الاشارات، تمام؟ خليك معي. هذا السؤال تحت جاي انت الاشاره مثل ما بدوره.
متى او ما سبب تبلور ظهور مصطلح الامن القومي؟ ما سبب او علل تبلور ظهور مصطلح الامن القومي؟ يمكن يجيني علل او لماذا او متى؟ تمام؟ اذا نتيجه قيام الدوله القوميه في اي قرن في اوروبا في القرن السادس عشر، يمكن يغلطوه بقول لك السابع عشر، الثامن عشر، التاسع عشر، غلط، هو السادس عشر. اذا تبلور ظهور مصطلح الامن القومي نتيجه شو؟ قيام الدولة الأوروبية في القرن السادس عشر. لكن هون إجابة ثانية، متى أو إلى متى يعود الاستخدام الأمثل والحديث لهذا المصطلح؟ إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. هل أيمت تبلور المصطلح؟ نتيجة القرن السادس عشر، نتيجة قيام مين إلنا؟ الدولة الأوروبية. متى يعود الاستخدام الأمثل لهذا المصطلح والحديث؟ بعد الحرب العالمية الثانية. ما بدي هذا بصدور قانون وكذا وكذا، حكي فاضي. اثنين، بشهر رمضان الجمعة الأخيرة بكل رمضان شو بنسميها؟ يوم القدس العالمي. تمام؟ إذا يوم القدس العالمي شو بدنا بقلكم؟ إذا الجمعة الأخيرة إذا من شهر رمضان، إذا كل جمعة آخر يوم جمعة، مع شوي، آخر جمعة بكل رمضان شو بنسميها؟ بشكل عام يوم القدس العالمي. تذكروا أخذنا 21 أيلول من كل سنة ويوم دولي للسلام. تمام؟ أما هون يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان هو يوم القدس العالمي. منتابع سؤال هام جدا، عدد مرتكزات الأمن القومي العربي. يعني لحتى يصير هذا السياق ثواني شوي، خليك معي. يعني شو القاعدة الأساسية والأساسيات حتى يصير عندي أمن قومي عربي؟ تمام؟ يعني في عندي لازم يكون بنية تحتية أو بنية وأساس قاعدة لحتى يصير عندي أمن قومي. شو هي؟ واحد، لازم يكون الوطن العربي متوحد، مو متوحد يعني مرضان، يعني لازم يكون وحدة الوطن العربي جغرافية وثقافية ولغوية. إذا لازم يكون عندي بالوطن العربي وحدة، لازم يسمع للكل السؤال. إذا لازم يكون يلا يا بتون، لازم يكون متسمع للكل السؤال على السريع. لازم يكون في عندي وحدة بالوطن العربي ثقافيا جغرافيا لغويا. اثنين، لازم يكون انتمائنا واحد، لازم يكون مصيرنا مشترك. اخر شيء، لازم يكون اقتصاد العربي متكامل. اذا لحتى يصير عندي امن قومي عربي في اربع ركائز، هي الوطن العربي، يعني وحدة الوطن العربي، وحدة المصير العربي المشترك، وحدة الانتماء العربي، اخر شيء عندنا تكامل الاقتصاد العربي. مين بعد الدهن على السريع شو زي الدغري؟ وحدة الوطن العربي، وحدة الانتماء العربي، وحدة. تكون للعرب عبر تاريخهم الطويل مرتكزات سابقة. ليش؟ ذلك لسعيهم إلى بناء أمنهم القومي. إذا ليش كان في عندنا ركائز ثابتة؟ مشان نحقق أمننا، يعني الأمن لنا القومي. تمام؟ إذا ليش تكون للعرب عبر تاريخهم الطويل ركائز سابقة؟ وذلك من أجل أو ذلك لسعيهم لتحقيق أو لبناء أمنهم القومي. كان عندنا هذول الركائز الفوق الثابتة لحتى نحققها من القومي. طيب، ما هي مقومات الأمن القومي العربي؟ يعني شو لازم نمتلك؟ شيء مادي هون. تمام؟ ما هي مقومات الأمن القومي العربي؟ كمان جاي سؤال دورة قبل هالمرة. يعني شو المقومات اللي بيمتلكها الوطن العربي؟ تعال لاحظ. موقع جغرافي مهم، هون جغرافيا تقريبا. إذا موقع جغرافي مهم ومساحة جغرافية التي تمثل 9% من مساحة اليابسة. إذا الوطن العربي شو بيمتلك؟ موقع جغرافي مهم. وهذه المقومات الأمن القومي العربي. يعني نحن إذا تحقق أمننا القومي العربي لأنه عندنا مقومات جغرافية مهمة، مساحة من اليابسة قديش؟ 9%، وموقع جغرافي مهم كمان. ليش موقع جغرافي مهم؟ طبعاً لأنه بيشرف على بحار ومحيطات وخرشان ومضائق مهمة جداً. اثنين، عندنا مناخات متنوعة. طب مساحتنا كبيرة، شو بدها تكون المناخات؟ متنوعة، ومساحات زراعية هائلة وثروات باطنية ضخمة. هسا شو المقومات اللي بيمتلكها كمان هسا الوطن العربي؟ مناخات متنوعة، مساحات جغرافية وزراعية هائلة، وثروات باطنية ضخمة. ثلاثة، عندنا طاقات بشرية كبيرة وفتية. طاقات بشرية كبيرة وفتية. آخر شيء، عندنا جيوش متعددة وأسلحة حديثة ومتنوعة طبعاً في وطننا العربي. لأنها أسلحة متعددة
وأسلحة أيضا حديثة ومتنوعة. أو أسلحة. إيه. هلا إذا بنشوف خليكم معي مقومات تحقيق الأمن القومي. يعني مقومات الأمن القومي العربي. شو عندنا مقومات نحن فعليا على أرض الواقع؟ إذا الركائز شيء معنوي، شيء معنوي. مضبوط. أما لا شيء مادي. المقومات اللي بنمتلكها مساحة جغرافية هامة. تبلغ 9% من مساحة اليابسة وموقع جغرافي هام. عنا ثروات باطنية ضخمة، مساحة زراعية هائلة، وكمان عنا منافات متنوعة. عنا طاقات بشرية كبيرة وفتيرة، وفي عنا كمان جيوش كبيرة ومتعددة وأسلحة حديثة ومتنوعة. ما ستكفر عم بيقولوا هي المقومات اللي شفناها. عم بيقولوا لي ما ستكفل المقومات العديدة التي يمتلكها الوطن العربي. تكفل لهم النجاح. بس ايما هالمقومات الموجودة تكفل لنا النجاح اذا ما توفرت الإرادة العربية الصادقة القائمة على العلم والتعاون. يعني نحن أمننا القومي بيتحقق بين المقومات الموجودة، لكن على شرط شو؟ يكون في عندنا إرادة عربية. تمام؟ هلا انت دايما بتقول لو انا امتلكت الإرادة بسنة البكالوريا عندي مقومات، بتقول انا بحفظ منيح، بحل المسائل منيح، بس اخر شيء ما جمعت منيح، شو السبب؟ لاني ما امتلكت اراده الدراسه. نفس الشيء بالوطن العربي، عنده مقومات ليحقق الامن القومي العربي. لكن فعليا ما انه متحقق الامن القومي العربي، شو السبب؟ لانه ما عندنا اراده عربيه، ما عندنا اراده. مظبوط؟ يعني كل دوله تقريبا بدها مصلحتها. ما هيك؟ اغلب الدول العربيه بدها مصلحتها. فلذلك بعدت عن تحقيق الامن القومي العربي اللي ما متحقق طبعا لهلا. اذا ماذا تكفل المقومات العديدة التي يمتلكها الوطن العربي؟ تكفل لهم النجاح، لكن إذا ما توفرت الإرادة العربية الصادقة القائمة على العلم والتعاون. هلا نلخص الأسئلة يا محمد. سؤال هام جدا جدا، يعني أهم سؤال عندنا بالدرس، أهم سؤال بالدرس عندنا، الأخطار اللي بتواجه الأمن القومي العربي. سنعدد الأخطار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. طبعا إذا ما حددوا لي داخلية أو خارجية بنكتب ستة. إذا حددوا لي بدنا نجاوب كل واحدة على أخطار. تمام؟ إذا تقسم الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي إلى أخطار داخلية هي بتجي من جوا وأخطار من برا الوطن العربي. تعال نشوف الداخلية. التجزئة السياسية للوطن العربي وما نتج عنها من سياسات فطرية. لهم إذا التجزئة السياسية للوطن العربي وما ينتج عنها من سياسات فطرية، يعني نحن ما جزأونا إلى عدة دول وكل دولة بتهمها سياسة فطرية، تمام؟ يعني سياسة فطرة فقط. اثنين انعدام التعاون والتنسيق. الأمر الذي أثر سلبا في التنمية. إذا انعدام التعاون والتنسيق الأمر الذي أثر سلبا في التنمية. ثلاثة كيف يظهر الأثر السلبي هذا؟ من خلال انتشار الأمية. إذا يظهر الأثر السلبي من خلال انتشار الأمية وضعف فعالية المرأة وتخلف الصناعة. وآخر شيء عندنا أيضاً تناقض المواقف السياسية للدول العربية اتجاه العديد من القضايا العربية والعالمية. يعني أي قضية عالمية بتصير بتلاقي كل وقت كل دولة رأي شكل. السعودية رأيها شكل، سوريا رأيها شكل، لبنان رأيها شكل، الأردن رأيها شكل، المغرب رأيها شكل. فهون تناقض في المواقف السياسية للدول العربية. يعني كل دولة عربية رأيها اتجاه أي قضية شكل. إذا هي الأمور الداخلية بنعاني منها. إذا شو التحديات اللي بيواجهها الوطن العربي داخليا؟ التجزئة وما نتج عنها من شغلنا من سياسات فطرية. اثنين قلنا انعدام التعاون والتنسيق الأمر الذي يأثر سلبا في التنمية من خلال انتشار الأمية، ضعف فعالية المرأة ما لها دور تقريبا، تخلف الصناعة، أيضا قلنا تناقض المواقف السياسية العربية تجاه القضايا العربية والعالمية. خارجية هي بتجي من برا. أول شيء سياسات الدول الاستعمارية من احتلال وهيمنة. يعني الدول الاستعمارية اللي فرضوا علينا من احتلال وهيمنة هيدا تهديد خارجي. اثنين محاولات التدخل ايضا في الشؤون الداخليه للدول العربيه من جهه، وممارسات مين كمان من جهه ثانيه؟ الكيان الصهيوني العدوانيه من تجاه الشعب العربي واطماعه وفي ارضنا وثرواتنا من جهه ثانيه. تعد من اصعب واخطر
ما يواجه المشروع القومي العربي. إذا زعلوا لك خليك معي. شو أخطر شغلة بيواجهها المشروع الأمن القومي؟ أخطر تهديد، يعني بيانات كلياتهم الداخلية والخارجية، تدخلات الكيان الصهيوني الإرهابي وأطماعه بأراضينا وثرواتنا. مثلا شو أخطر تهديد بيواجهه الأمن القومي العربي عنا؟ أطماع الكيان الصهيوني بأراضينا وثرواتنا، تمام؟ إذا بنرجع بنعيد، شيء خارجي يعني شيء من برا. الاستعمار من برا سياسته من احتلال وهيمنه هو تهديد على الامن القومي العربي. ايضا هو من جهه طبعا عندنا في كمان دائما محاوله الدول الغريبه طبعا تدخل في شؤوننا الداخليه، الدول الاجنبيه طبعا. ومن جهه هون ومين لسه عم يتدخل من جهه ثانيه؟ الكيان الصهيوني الارهابي باعماله العدوانيه واطماعه بمياهنا وثرواتنا الى اخره. وهو يعتبر اخطر واصعب تهديد اتجاه الامن القومي العربي. إذا بدنا نخلص هذا السؤال على السريع، إذا بلا أخطار جاي كمان سؤال دورة قبل هالمرة، جاي موضوع وجاي سؤال لحاله. إذا بلا أخطار والتحديات كانت عم تواجهنا، بس شو الحلول لحتى نواجه التحديات؟ إذا ما الحلول؟ إذا ما هي الحلول لمواجهة الأخطار؟ إذا ما هي الحلول؟ إذا ما هي الحلول لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي؟ واحد، أن تستجيب القيادات السياسية العربية لإرادة الشعب العربي. إذا واحد، أن تستجيب القيادات السياسية العربية لمين؟ لإرادة الشعب العربي. اثنين، أن تتفق السياسات أيضا على وحدة المصالح والأهداف. إذا مو بس أنه تستجيب السياسات لإرادة الشعب العربي، لازم تحدد شو؟ وحدة المصالح والأهداف. إذا واحد فينا نقول أن تستجيب القيادات السياسية العربية لإرادة الشعب العربي وأن تحدد الأهداف والمصالح. ثلاثة، لازم نتنازل عن بعض المصالح القطرية لصالح مين؟ المصلحة القومية. يعني بدل كل قطر ما يأكل هم مصلحته، لازم نتنازل عن مصلحته لصالح مين؟ الكل. تمام؟ أربعة، نحدد التحديات جميعا والتهديدات اللي بتواجهنا ولازم نواجهها بإرادة موحدة. إذا تحديد وأن نتفق على جميع التهديدات والتحديات التي تواجهنا وكيف نواجهها بإرادة موحدة. آخر شيء، لازم نشوف الشعوب كلها كيف حققت وحدة أمن القومي. لازم نأخذ من تجربتهم ونستفيد منها نحن لتحقيق أمننا القومي. زين، آخر شيء، أن نستطيع قراءة تجارب الشعوب في تحقيق أمنها القومي واستنتاج ما يلائم مجتمعنا العربي. أنا كيف بدي أنجح بشغلة مثلاً ما بعرف، بشوف غيري كيف عمل وبقلده أنا. نحن نفس الشيء، في قبلنا في دول حققت أمن القومي، نحن نطلع شو عملوا مشان نستفيد منهم ونطبق عنا بأرضنا الواقعية. إذا واحد، لازم القيادات العربية تستجيب لشو؟ لإرادة الشعب العربي وتحدد وحدة المصالح والأهداف. ولازم تتنازل الدول العربية عن المصالح القطرية لصالح المصلحة القومية. لازم نحدد التهديدات والتحديات اللي بتواجهنا ونواجهها بإرادة موحدة. نستفيد من تجارب الشعوب بتحقيق أمن القومي ونطبقه أو نأخذ ما يلائم مجتمعنا العربي. كمان بنختصر السؤال هذا، كمان هام. كلهم سطرين. أربعة. الحكومات العربية، لاحظ معي، تعد الحكومات العربية من أقل الداعمين للبحث العلمي وتطويره. خط على أقل خط، هم جاي مرة أو مرتين صح وخطأ. بيجي تعد الحكومات العربية من أكثر الداعمين خطأ، هي من أقل الداعمين للبحث العلمي وتطويره. الشاهد شوف حالنا بشي مرتين الوطن العربي دايما أقل وأقل. إذا تعد الحكومات العربية من أقل الداعمين للبحث العلمي، ليش؟ اسمعوا شوي، خليكم معي. الوطن العربي ما عم بيواجه تهديدات، فالأموال اللي كلها عم يصرفها بمواجهة التحديات، ما عم يستفضل ليصرف على البحث العلمي. إذا ليش الوطن العربي من أقل الدول في دعم البحث العلمي؟ لأنه عم بيواجه أخطار وتحديات، عم يصرف حق أسلحة، عم بيصرف حق شغلات كثير مشان يواجه التحديات، ما عم يصدي ليصرف على البحث العلمي ويدعمه. اثنين،
عنا وطننا بيصرف 0.2 من الناتج الوطني لدعم البحث العلمي، في حين الدول الصناعية قديش بتصرف؟ من 2 لـ 3%. ما تفكر انه كثير بيصرفوا على البحث العلمي، يعني الدول الأجنبية والصناعية المتقدمة بتصرف من 2 لـ 3، أما نحن بنصرف 0.2 فقط لدعم البحث العلمي. هذا دليل على انه البحث العلمي عندنا شو؟ ما بندعمه، وهو أقل تطورا من الدول الصناعية المتقدمة. إذا ليش نحن كدول عربية أو نحن الأقل ولا الأكثر في دعم البحث العلمي؟ الأقل. يعني عندنا دعم البحث العلمي قليل، شو السبب؟ لأن وطننا عم بيواجه شو لنا؟ تحديات، عم تستنزف الطاقات اللي بنمتلكها في مواجهة التحديات بدل ما نصرفها على البحث العلمي. لذلك نحن من أقل الداعمين للبحث العلمي. طبعاً اثنين، قديش نحن مخصصين من الناتج الوطني؟ 0.2. في حين الدول الصناعية شو بتصرف؟ 2 لـ 3%. تمام؟ هذا السؤال طبعاً كتعليل هام ممكن يجيني صح وخطأ. سؤال التعليلي بيجيني قلت لكم صح وخطأ وجاي قبل هالمرة بالدورات موجود. آخر شيء عنا علل الاتفاق على تحسين رأس المال البشري. أو ليش تحسين المال البشري يعد من أولويات التنمية، من أولويات تحقيق الأمن القومي العربي، لأن الإنسان العربي هو غاية التنمية ومحركها الأساسي. إذا لأن الإنسان العربي هو شو قلنا؟ غاية التنمية ومحركها الأساسي. بس واحد حاجة منه طبعاً، رقم واحد حاجة من قصده، إذا لأن الإنسان العربي هو غاية التنمية ومحركها الأساسي. موجود هذا السؤال للأسئلة الدرس وأنا عم جاوبك عليه. تمام، فجاوب عليه لأن الإنسان العربي غاية التنمية. في أسئلة هون؟ لا أسئلة الدرس محلوقين كلهم عندنا. لا بس على أسئلة يعني في شيء هيك كذا. وين صح وخطأ؟ الجواب صحيح. إذا فيها هيك سؤال. سؤال ثاني ونفس السؤال من فوق، تحسير رأس المال البشري من أولويات تحقيق الأمن القومي العربي موجود بالسؤال. أي اعتداء هذا إيه ممكن؟ رقم ثلاثة صح وخطأ بجد إجابة؟ إيه لكن رقم ثلاثة، أي اعتداء على أي دولة عربية هو اعتداء على باقي الدول العربية في معاهدة الدفاع العربي المشترك. تمام؟ يعني وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك بيعدوا أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على باقي الدول العربية. طبعا عبارة صحيحة. نعمل استراحة شوي ونرجع.